Hello? دي كانت موبايل اهو. موبايل. ايوه. كانت موبايل. طيب هنا اهي. سوري. في شيء؟ لا لا حضرتك لازم تشوف هنا كمان. حل بالظبط. انا دخلت ما لقيتش حاجه. بشوف حمام. اصلا غالبا هي في البورصه اصلا. فين بقى؟ بازوكا. اهلا بكم، اهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، قناة خصصناها بالكامل لعالم الجريمة، لكن بنقدم النصيحة، بنقدم العزة، واهم درس بنحرص عليه ان احنا لازم نتعلم من اخطائنا. تعال نشوف الجريمة البشعة اللي حصلت في مدينة نصر وفي اشهر المطاعم اللي يمكن اللي بيروحوها هم الناس الاثرياء. المطعم ده في شارع مكرم عبيد. ايه اللي حصل؟ قبل كده انتوا فاكرين من فترة صورنا حلقة برضو صاحب محل ملابس كان حاطط في الغرفة بتاعته البروفة كاميرا بيصور البنات وهم بيخلعوا وهم بيلبسوا وهم بيقيسوا حتى ملابس الداخلية اللي بتشيب وتروح، رغم ان ده يعني شيء معروف ان الملابس الداخلية على فكرة بتاع السيدات ما بتتقاس، يعني ما ينفعش واحدة تدخل وتقيس ملابس داخلية لان ممكن يكون عندها مرض جلدي، عفوا يعني المفترض ان الملابس الداخلية ما فيهاش مقياس. هو كان بيسمح لكده للسيدات، لو واحده ست تقول له ده طيب ده يقول لها طب ادخل قيسي جوه، رغم ان دي تقول له ده ملابس داخليه يقول لها براحتك قيسي عشان يصورها. وصورنا الحلقه دي وكانت غريبه جدا وقلنا ده هيكون رادع لغيره لان طبعا المحل اتشمع واتقبض عليه وعمر ما هيقدر يشتغل تاني لان السمعه اتضرب. للاسف مطعم شهير جدا في ارقى منطقه في مدينه نصر شارع مكرم عبيد، مطعم شهير جدا، زوج وزوجته واولاده بيتغدوا، شيء طبيعي في اثناء الاسره بتبقى قاعده بتبقى في اللي عايز تدخل تظبط مكياجها، عايزه تعدل ملابسها، عايزه تحط مكياج، عايزه تدخل حمام، شيء طبيعي. ما هو الحمام معمول ليه؟ سواء في مطعم ولا في في في, في شارع عام حتى او في اي مكان، ان الواحده بتدخل علشان تقضي حاجتها، لا تستخدم الحمام، لا تغسل وشها، لا تعدل هدومها، لا تحط مكياجها، شيء طبيعي. المصيبة بقى ان في الحمامات دي ان الست بتدخل تقضي حاجتها، يعني بتقلع نص هدومها التحتانية. فوجئت البنت عندها 21 سنة وهي داخلة بتستخدم الحمام وبتقلع هدومها السفلى يعني علشان او السفلية علشان تستخدم التواليت، تفاجئ وهي قاعدة بتبص كده بالصدفة، تعرفين واحد وقاعد في الحمام ممكن يبص حواليه، يبص فوق يبص تحت، فوجئت ان في كاميرا في الشفاط. ما هو اي حمام لازم يكون فيه شفاط عشان الروائح وخلافه، فهو فيه شفاط، الكاميرا متركبه في الشفاط، الكاميرا مركبه في الشفاط. البنت اول ما شافت كده واحده خلعت هدومها التحتانيه والكاميرا جايباها، دي مصيبه. هنا بيصور العوره لان في شفاط احيانا بيبقى في السقف وفي شفاط بيكون في الجنب، فبتصور ايه؟ انت بتصور عورات النساء. البنت طبعا راحت مصوته مزعقه، طبعا ابوها واخواتها المطعم كله جري. ايه اللي حصل؟ حمام سيدات بنت مزعقه فيه؟ دي مصيبه، يبقى حد بيغتصبها. كله قام في المطعم بما فيهم صاحب المطعم والعمال والمطبخ كله طلع، وده مطبخ مطعم خمس نجوم مش مطعم حد بيت. ايه يا بنتي ايه يا بنتي؟ البنت مش قادره تتكلم وراحت مشاوره على الكاميرا. ابوها شاف كده قال ما حدش اتحرك، راح متصل بشرطه النجد. واحسن حاجه عملها الراجل ده ان هو منع حد يدخل، لان كان ممكن صاحب المطعم والعمال يدخلوا ياخدوا الكاميرا يكسروها ويضيعوا اداه الجريمه. جت الشرطه، حتى في فيديو هتشوفوه وهم الشرطه بتطلع الكاميرا وفي ايه ده، لقوا بلاوي.
لو بنات وانسات اللي خلع هدومها بتظبط ملابسها الداخليه واللي بتعمل مكياج واللي داخله حمام وعريانه واللي ايه ولو على الموبايل مئات الفيديوهات الموجوده لبنات على ايام متفرقه تصوري الكاميرا ثابته تصور على طول. طب يا عم اللي بيصور البنات ما تدخل يا عم على المواقع الاباحيه واشبع عرب واجانب وفاق كله. اشمعنى يعني ايه اللي بتستفيده من كده؟ طبعا اللي حصل بعد كده تعالوا اعزائي المشاهدين، بس قبل ما نقول لكم ايه اللي حصل بدعوكم للاشتراك في قناه ساعه مع حنفي تفعيل الجرس ليصلكم الاشعار وقت اذاعه الحق. على طول الاب صمم رغم المحاولات المستميته والعروض الهائله اللي تقدمت له من صاحب المطعم علشان يتنازل، رفض الاب تماما. قال لك اتنازل عن ايه؟ وايه العروض اللي ممكن تقدموها لو كانت بنتي صورها وهي قاعده على التواليت في ايدين الاولاد والشباب او ينزل على اليوتيوب؟ ما رضيش يتنازل الاب، تم تحرير المطعم، تم القبض على صاحب المطعم، تم القبض على العمال وجار التحقيق لمعرفه، لان صاحب المطعم هيقول لك مش انا، والعمال هيقولوا مش انا، والطباخين والسفرجيه واللي في سيرفيس هيقول لك، لان المطعم شهير جدا اكتر من 150 واحد شغال، كلهم هيقولوا مش احنا. في الاخر هتطلع البنت هي اللي كانت حاطه الكاميرا عشان تصور نفسها. احنا بنهزر. المسؤوليه طبعا مسؤوليه صاحب المطعم، حتى لو صاحب المطعم ما يعرفش حاجه وان هو جاب العمال هو مجرد اداره، لكن انت مسؤول عن اختيار النوعيات اللي اشتغل عندك. انت اللي مسؤول والمفروض تجيب صحيفه الحاله الجنائيه لكل واحد يشتغل عندك. انت بتوكل ناس بايديك. البنات بتدخل عندك دوره الميه. يستخدموا الحمامات. ازاي انت تقبل على مراتك ولا بنتك ولا اختك ان حد يصورها وهي قاعده على قاعده التواليت وهي بتظبط هدومها وبتفتح قميصها وبتمسح عرقها وتصورها؟ لو انت ترضى على اهلك في ناس كتير ما يرضوش. طبعا سمعه المحل شارع مكرم عبيد اتضربت، وشتا بقى كل اللي كان قاعدين في المطعم مشوا، لكن لغايه امتى؟ انا عرفت وده عرف. طب الباقيين؟ ما مش كل الناس بتشوف الجرائم دي ولا كل الناس بتطلع على الصحف. المطعم هيشتغل برضه، لكن لازم يكون درس وعبره ان القانون يقفل المطعم ده والحكم يتحط على الباب عشان اللي ماشي واللي طالع يعرف ان المحل ده بيشغل ناس مش كويسه. والبنت الذكيه اللي اكتشفت الموضوع ده قاعده على التواليت وبصت كده او بصت على جنبها وشافت الكاميرا، انت هتشوف الفيديو. برافو عليها، انت ما انقذتيش نفسك، انت انقذت مئات البنات اللي كانوا بيدخلوا الحمام بيستخدموها. واشمعنى ما بيحطوش في الكاميرا في حمامات الرجاله يعني؟ حاجه غريبه جدا. ده النساء لحمنا وعرضنا وشرفنا، نحافظ عليه بحياتنا. مش هدخل بنتي او مراتي او اختي او امي حمام تطلع وهي مهتوك عرضها بالتصوير. مين يقدر كده؟ عشان كده احنا بنقول لازم قفل المحل ده او المطعم مهما يكون صاحبه مين وابن مين واهله مين، لازم يتقفل ويتكتب على المحل كده من بره تم غلق هذا المطعم الشهير بمكرم عبيد في مدينه نصر لوجود كاميرات داخل الحمامات لتصوير النساء. كان لازم كده عشان يكون عبره ليك والغير. بناتنا ولحمنا وعرضنا وشرفنا مش لعبه. وانا عارف ان صاحب المطعم اكيد هيجيب واحد من اقل الناس اللي بيكنس اللي بيمسح اللي بيغسل اطباق اي حاجه ويديله 100,000 ولا 50,000 ويقول انا اللي كنت مركبها. ده اللي هيحصل غالبا، اللي هيلبسها عيل صغير وغالبا هيكون اقل من 17 سنه عشان يبقى حدث ويطلع هو من الجريمه. للاسف بنقف عاجزين قدام اللعب بالقانون، لكن هنقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.